stream. لقد عدت. متمرد تيناكت يحاصرون الأوسيروم. حان وقت الاشتباك. قد جاءت بطلة اليوم. مسرورة بمجيئك في الوقت المناسب. كلكم حفارون؟ نعمل في الأرض المحايدة منذ فترة. تمنيت العودة للضوء القاحل في موعد فتح البوابات، تعرفين، بعد انعقاد السفارة. ولأننا كدنا نقطع إربا الآن، فالأمور لم تسر على نحو جيد. كلامك صحيح. ليس وكأن الأرض المحايدة كانت آمنة.
لكن لم أتوقع أن أقلق من التيناكس في منطقة محايدة، والآن يركبون الروبوتات. إن كنتم عائدين للضوء القاحل، لما توقفتم؟ صدفنا أنقاضاً بالجوار، فكرنا في تفقدها، ربما نجد خردة. لكن المكان مليء ببلورات حمراء، عجزنا عن العبور منها، لذا أقمنا معسكراً هنا. غداً سنتوجه إلى الضوء القاحل. سأرسل إلى طاقمنا في القاع المتعرج بخصوص هذا. القاع المتعرج؟ موقع تنقيب قرب بحيرة في الجنوب، به خردة قديمة لا تفوت. أظنها إشارتي إليك. شكراً للمساعدة، قد أقع في ورطة أخرى وأراك. لنأمل العكس. أنقاض العالم القديم، ترى ماذا بداخلها؟ هذا الباب موصد، ربما هناك مدخل آخر. لنرى على ما سنعثر هنا. بلورات حمراء على الجدار. لا أظن أن هناك شيئاً أفعله بشأنها. من دون تخطي تلك البلورات الحمراء، ليس هناك ما أفعله. من الأفضل المواصلة الآن. Thank you.
هذا الممر الذي ذكره لارند في العقد. سأحول هذا لطعام شهي. تستخدم شيل ووكر هذا الممر بانتظام، ولارند يريد صفائح. سأنتظرها في معسكري. نصب فخاخ على طريقي فكرة جيدة للقبض على القافلة. سأستريح وأنتظر القافلة. ساعد. نفذت الذخيرة. أستطيع الاستفادة. طويل عنق، لو تجاوزته سأجد بيانات عن المنطقة. روبوت، ماذا يفعل في قاعدة؟ نفذت الذخيرة.
سأخذ هذه. الإحداثيات التي أعطاها لي سايلانس توافق الحطام. هل ثبت حادث على عملاق آخر؟ هذا هو موقع الإحداثيات التي أخذتها. ورشة أسفل عملاق رسمية. المكان المناسب الذي سيهرب إليه سايلنس. لكن ماذا كان يفعل هنا؟ الجهاز يومض. سايلنس يريد أن أتفقده. إيلوي، اسمعي، هذه رسالة سوف تخرجك من غياهب الجهل. باستخدام المتفجرات فصلت باللورة المعالجة من أعلى العملاق، زنزانة مثالية لصديقنا حادث لإجباره على التعاون. أخبرها بما ناقشناه عن تلك الإشارة التي منحتك الحياة. عدنا إلى هذا الموضوع، ربما تحتاج إلى تذكيرك بالفشل. كما ترين يا إيلوي، يمكن تشغيل غايا بأمان. وفيما يخص مكان النسخة، حسناً، عليك الركض خلفي لتكتشفي ذلك. يظن أنه اكتشف الأمر. الوقت، لكن هناك طريقة لمعرفة أين البلورة. يفضل أن نبحث في الأرجاء.
مسكين يا حادث، دقت بما فيك، لا تستطيع حتى التفكير. باللورة معالجة عملاق، اعتدت على ذلك. حين أحملك على ذلك ستشعر براحة أكبر حتى يبدأ الاستجواب. على أي حال، سجل ما معظمه محجوب، يبدو أن سايلنس اجتهد كثيرا ليجبر حادث على الحديث. لأعرف إلى أين يؤدي الطريق. إذن ها أنا أتبع سايلنس كالحمقاء، بعدما خدعني وتلاعب بحربته ليسرق حادث. ذكاء اصطناعي يقتل كل شيء، لم يسمح لي أن أدمره، والآن علي تحمل المزيد من هرائه.
كولينز واثق من عثوره على نسخة غايا، لكن كيف؟ تفقدت كل الأدلة ولم تسفر عن شيء. تم محو جميع النسخ. إذن ماذا أخبره حادث؟ تاجر، لم أتوقع رؤية أحدهم هنا. من السهل التزود بالمؤن. مصلاتي رصد نوعاً من إشارة. مرحباً، ماذا تفعل نورا هنا بأقصى الغرب؟ لا يهم، لا يهم، يمكنني توفير مواد تعيينك في البرية. إنها فتاة نورا شهيرة. جرابي بهذه. الآثار متجهة نحو التلال. لنرى إلى أين يؤدي ذلك. سايلانس استخدم هذا الروبوت لجري غنيمته. بهذه البلورة وضع سايلنس حادث، وذلك الباب يبدو كمنشأة لفارو أو للفجر الجديد. حادث، ما زلت بالداخل؟
الحادث؟ هذا أنت؟ لقد تمرست تهديدا للنظام. لا تبدو بخير. أنت إلوي الشهيرة، أتيت لتدبيري؟ أجل، وبشكل نهائي. تشكل خطرا على غايا بمجرد بعثها. إذن أنت لم تؤمني نسخة غايا الاحتياطية. إذن ماتت غايا وهلكت أنت والأرض، ورغم اختلالي فقد انتصرت. سايلنس قد سأل عن مكان نسخة غايا. ذلك كان سيكون سهلاً. ماذا فعل سايلنس بك يا حادث؟ يبدو أنه تم تفريغه. سايلنس استجوبني. وماذا أخبرته؟ لا تذكر أياً منها؟ ماذا مثل ضربي لك عند البرج؟ حسنا، هذا لا يفيد. تعرف أين ذهب سايلنس؟ لا، غدا منذ 12.8 أيام. لا تعرف أكثر مما أعرفه. رائع، كفى، وقت إنهاء ذلك. هل إلوي تظن أن بمقدورها استعادة غايا وحفظ الحياة على الأرض؟ أجل، إلوي تفعل. أنت إذن تتوهمين. ماذا تعرف يا حادث؟ حاولت مرتين القضاء على الأرض وفشلت فيهما. أنت كنت على وشك الانقراض، ولا حربة لإنقاذك هذه المرة. أنت غير محقة. ثلاث مرات حادث أخمد فيها الحياة. ماذا؟ تذكر ذلك؟ مضت. صممت لأجل هذا. المحيط الحيوي الحالي هو النسخة الخامسة، ولن تكون هناك نسخة سادسة. لن نحتاج هذا، سأنقذ النسخة. زرعة تجاوز الحائط. للتفعيل اذكر اسم الرتبة. إليزابيث صابت الألفا. فعل تجاوز الحائط. محو بروتوكول الانقراض. إيلوي، لقد تخلصت من حادث. أجل، سيظل ميتاً هذه المرة؟ سيظل، ثقي بهذا. الثقة؟ أجل، الثقة. بما أنني فعلت ما لن تفعليه واستخرجت معرفة حادث الثمينة، ثقي بأنني أردت تركك تدمرينه هذه المرة. عدنا للمجسمات بدل المواجهة؟ أتخاف من طعني لك؟
هناك سبب. ملف التجسس ذاته. فهمت إذن. متى اتصلت بك كان بإمكانك الرد. أظنك فضلت التجسس طوال الوقت. توقف عالمي عن التمحور حولك يا إيلوي. لدي عمل أفعله. ساعات بحث لا تنتهي. مرهقة جدا بمثل أهميتها لمصير هذا الكوكب. حسنا، بالطبع تحاول إنقاذ العالم. هذا صحيح بالطبع، فأنا لست مثلك. أجني ثمارا لعملي. عثرت على نسخة من غايا أم لا؟ أجل، أعتقد فعلت. أين؟ هنا. لما استدعيتك إلى هنا؟ خلف هذه القوة أطلال منشأة حيث تم صقل بروتوكول الانقراض حادث. عملية اختبار تمت مئات المرات باستخدام نسخة لغايا. هل أخبرك حادث؟ تطلب وقتا، لكن أجل. إذن مستعدة للحصول على ما كنت تبحثين عنه؟ أم ستستمرين في الثرثرة فقط؟ حسناً، سأبحث في المنشأة عن نسخة غايا. حسناً يا سايلنس، ولكن إن اكتشفت أنها إحدى خدعك. إنها قوة مغلقة جينياً. أنت الوحيدة التي يمكنها فتحها في الكوكب. كيف أضع فخاً بالداخل؟ اخدعني مجدداً يا سايلنس، وستكون محادثتنا وجهاً لوجه. عندها لن تتكلم، لأن رمحي سيكون في حلقك. إيلوي، بفضلي أنا، كل شيء سعيت خلفه وكل شيء تجولت من أجله ولم تستطيع الوصول إليه لستة أشهر في يديك. الآن لم تتعلم الكثير عن الآداب لنشأتك كفتاة نورة منبوذة، لكن في وضع كهذا تقولين شكرا وأقول أنا على الرحب. الباب مشوش بالكامل. هذا واضح، لكن رغم العطل يمكنك اجتيازه إن كنت صبورة لفترة. أقترين الكريستالات، يسميها أسرم البلورة النارية. يمكنها الاشتعال. ليست قوية كفاية لتفجير باب كهذا، لكن ربما ما يكفي لهزه سيفتحه. بالضبط، ستعمل فقط مع مشعل. سأرسل لك المخططات. لتبنيه ستحتاجين أجزاء الروبوتات وزيتا من عشبة اللهب، وهي تنمو تحت الماء، لكن ستجدين بعضها عند البركة المجاورة. الأجزاء معقدة جدا. ستحتاجين لفائف الشرر من نواة الكرباج المنقض. انزعي نواة الطاقة قبل أن تقتل الروبوت، وإلا ستعطل. فهمت.
ما أحتاجه لدى هذه الروبوتات. علي فحص أحدها. مصلاتي يظهر موقع الجزء. حسناً، والآن أين نواة الطاقة؟ هذه نواة الطاقة، وجدتها في مصلاتي. حصلت على الأجزاء. كل ما أحتاجه هو عشبة اللهب.
عشبة اللهب العميقة أخذتها، علي بناء هذا الشيء. ثمة طاولة قرب مدخل المنشأة. مذ كنت تعبث بحادث؟ عبث؟ هذا أشبه باستخراج البيانات. انتهيت، سأستخدم هذا لأفجر البلورة النارية. بالفعل مزيج مفيد، فهكذا فصلت بلورة المعالجة من حورس البداية. عظيم. أخيراً أظنني دخلت. إذاً تفضلي وتقدمي. بحصولي على المشعل سأفجر البلورة السابقة. ركزي على المهمة الحالية.